الجمعة. بس إذا ممكن، بس لحظة، إذا ممكن الشيخ أحمد من فرنسا صح؟ حاج وعد بالظلم هاد. الأخت ليندا صلت ساعة تهاجمني، أنا عندي جواب لكل كلمة قالتها. تفضل دورك، تفضل حقك. إيه تفضل. أول شيء حاج وعد، هي قالت إنه نحن ستون ذراع وما أعرف شنو. نحن نحكي على العقائد. اليهود عندهم بالسفور وبالتلمود عندهم 12 معصوم، والدين الشيعي موجود عندهم 12 معصوم. عندهم رجعة، اليهود عندهم رجعة، عندهم رجعة، عندهم عقيدة. أبو أديب البداء، اليهود عندهم البداء. بس خلينا أقرأ النص، أقرأ النص من التوراة، أقرأ أقرأ النص. أجعلك كل شيء. لا لا أنا أتحداك والله العظيم، إذا أثبتت إن اليهود، اسمع خل أعلم دينك. إذا أثبتت إن اليهود يقولون بالعصمة، الله أثبت إنهم يقولون بعصمة أئمتهم. تفضل أثبت أثبت لك، ما عندي مشكلة. يلا أقرأ الآن، أقرأ هاي نقطة نوقف عندها الآن، تقرأها تثبتها، ما تنتقل إلى التي بعدها من هذه الأكاذيب والصفصفة إلا أن تثبت كلامك. اتفق انه في التوراة موجود انه عندهم 12 معصوم. يلا اقراها يلا اخواني، هذا الكتاب المقدس، هذا الكتاب المقدس. انا راح افتح الكتاب المقدس ويا على الشاشة واريده يطلع لي هذا النص حتى اقرا. يلا ابشر سيد ميسم. يلا اقرا انا وياك، تابع وياك. انا يلا يا اخوان، مطو مجال اخواني، والله ما يجوز المقاطعة، والله تعبت. بس روايه حجي، بس انطي روايه. لا يا اخي، يا اخو مالك، يا اخو مالك، لحظه والله ما اسمع. لا لحظه يا اخو مالك، لحظه يا اخو اديب. اي اسمع اخواني، دور، انا قلت دور ابو اديب الآن. المكرم أبو أديب قال في التوراة يوجد 12. السيد مثلا قال أعطيني المصدر، الآن راح يقرأ لكم. الله عليك، التوراة أمامكم مفتوحة. لا أعطيني مجال يا سيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن رأى أبو أديب، كلنا بانتظار فتح شو يسموه هذا، التوراة، وتقرأ من التوراة. التوراة التلمودية، نعم. ايه تقرأ التلمود البلمود، بس تقرأ. يلا تفضل. أبشر نورجيكم من عقائدكم تجيبونها. تمام، أبشر حاج وعد. نرجع لموضوع الأول. كمان الأخت ليندا قالت أنا وين نرجع؟ غير بعد ما ترجع. لا بس أكمل كلامها. لا ما يصير. شوف الناعم وما أعرف إيش. يا أبو ماذا يجي؟ أبو بس أكمل كلامي. أبو أديب ماذا يجي؟ الله وكيلك، ده ذب الجير علبك، ماذا يجي؟ وليش أرجع؟ غير أتقدم. غير حاشر. نقدم حاشر يم التلمود. مو راح ارد على كلام بابا. حاشر يم التلمود، ارد اخلص وارجع لك. نريد التلمود. لا واحده ماكو واحده. حجي عندي كلام بالتلمود حجي، انطيه حتى لا يدور عليه هواي. لا كلام بالتلمود احفظه. لا يا اخوان اهدى ابو مالك، اهدى. اوديك دين الرجعه، عقيده الرجعه. في راد لها مدرسه والله العظيم. بس لحظة يا أخ أبو مالك، اسمعوا يا أخوان، يا الشيعة اللي تتابعون الآن، الرجل يريد منا المصدر. يجيني سيد ميثم لو أبو مالك لو مدري منه يقول أنا أعطيه النص. زين هو مسؤول عن النص، ليش تعطيه؟ يعني أنا والله ما أفهم. صحيح حاج وعد. بنرجع على الآية كمان أيضا، استبقونا مغل أدخلكم الآية ورتبتكم يعني عليها، بس ما رتبتوا عليها. خلص نترك التلمود هدول، والله راح أعطيك كل شيء يا رجل. كما قال بتفسير الآن الطبطبائي، بتفسير الميزان، أنا أريد أقرأ لك من تفسير الميزان. إيش رأيك يا حاج وعد بهي الآية؟ قلت لك هم السابقون الأولون الذين سبقوا بالهجرة، وهذا الكلام وافق عليه موجود بتفسير الطبري، وموجود أيضا بالميزان. بالله اقرأ تفسير
نفس تفسير الطبري غير تقرأ يا ابن الحلال تقرأ حتى نبرة إلى الله. إذا هو قال إنه السابقون اللي هم أبو بكر وعمر وما أعرف شيء أبرأ إيه؟ أبو بكر قال من سبقوا إلى الهجرة والأنصار والنصر ورسول الله. بابا أنا ما أقول وشنو يا أخي وديب، أنا أيضا أقول من سبقوا، من سبقوا إلى الهجرة، لكن أي هجرة المكانية ولا الهجرة إلى الله ولا الهجرة من أجل نسوان ولا فلوس؟ خب أنا هم أيضا الهاجر من مكة إلى المدينة هدول هم هو قال من هاجر من مكة إلى المدينة. نعم من هاجر، نعم من هاجر هدول والأنصار. أقول لك أقول لك يا أبو أديب، أنا عقلي شغال والله العظيم وأنا نبه جدا. أنا ما أسألك من هاجر، من هاجر اتفقه، لأن هو الله قال المهاجرون يعني هاجروا. بس الهجرة، بس اسمع لي يا حبيبي يا نور عين، اتفضل. الهجرة اسمع، الهجرة لها أنواع. مثلا أنا الآن أقول لكم دعونا نهاجر إلى الله تبارك وتعالى، شلون نقرأ دعاء كمي؟ هجرة إلى الله. دعونا نهاجر إلى الله، شلون نروح المكة؟ خو الله مو موجود في الغرفة بمكة. دعونا نهاجر إلى الله، شلون نأسس بيت للأيتام؟ أنا الآن إذا أهاجر نأسس بيت له. كل هاي تسمى هجرة، ليش؟ معناه أتقرب إلى الله تبارك وتعالى، تسمى هجرة إلى الله. ولذلك النبي قال في عندكم دنيا يصيبها، فأكو هجرة من أجل الدنيا وأكو هجرة من أجل الآخرة، واضح؟ فالآن أنت لما تقول لي هجرة، الهجرة لها أنواع، هل تعرف أي هجرة؟ الهجرة الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة، هاي نتكلم عليها، هدول السبقوا إلى الهجرة. هذا ليس قول السيد طبطبائي. من نصر رسول الله. هو الطبطبائي قال هكذا. وين قال؟ وين قال السيد طبطبائي قال هذا؟ قال بالقبلتين. الآن قرأت. كمل 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 كلامي، كلام ينقض على كلام السنة، كمل. ليش ينقض على كلام السنة؟ لا أول شيء جاب أحاديث السنة بعدين هو رد. كمل. إيه ماذا قال؟ ماذا قال بالنهاية؟ وكلهم على قالوا فكرة قد اختلفت الكلمة في المراد السابقين الأولين، فقيل المراد بهم من صلى القبلتين، وقيل من بايع بيعة رضوان، وهي هذا قول السنة. الآن يأتي إلى قولك، إلى قوله هو المراد بالسابقين هم السابقون إلى الإيمان من بين المسلمين من لدن طلوع الإسلام إلى يوم القيامة. الله والهجرة، والهجرة نعم من سبق يا عمي هذا قول هذا شلون دين والله يعني لو كان السبق اسمع يقول لو كان السبق يقابل اللحوق والاتباع مع الأمور النسبية ولازمه كون مسلمي كل عصر سابقين في الإيمان. اسمعني اسمع لا تكذب على سيطة طبائي ما عبالك عن ترى مساعدين لنا مشان أحكم المسألة وأحسمكم. ليش تكذب على سيطة طبائي؟ عيب 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 تكذبون على علماء أشياء، عيب. مو انت بث عمر الشامي او بث واحد، انت في بشيعي الطبري. ما عليه بالطبري، انت جبت كلام الطبطبائي. السيد الطبطبائي يتكلم عن اقوالك ويقول عليه الطبطبائي جاب منين هذا الكلام؟ عن الامام انت؟ لا جاب عن تفسيركم. اقرا بالبدايه، اقرا يرد عليكم. انا بدي قول من اين اتى بهذا الكلام الطبطبائي؟ من اي كلام؟ أي كلام؟ نعم الإمام علي يقول في نهج البلاغة، اسمع ماذا يقول الإمام علي في نهج البلاغة. من أين هذا الكلام؟ اسمع اسكت عشان نرد عليك. اسمع الإمام علي يقول في نهج البلاغة والهجرة قائمة على حدها الأول، ما كان لله تعالى في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلنها أو الأمة بالهذا، لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر. يعني يجب أن معرفة بالإيمان، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الحجة من بعد الرسول، فهذا هو المهاجر إلى الله، مو واحد يتهاجر من مكان إلى مكان. هذا التفسير عن الإمام علي، هذا كلام الإمام علي نصا بالنهج البلاغة. أنا أريد كلام الطبطبائي، منين جاب كلامه؟ منين هو؟ نفس الكلام نفس الكلام كلامه من الإمام الطبري. سقر عمر عن الطبري. تفضل سقر عمر، تفضل سقر عمر. حجي خليه يجيب التلمود، حجي يلزمه المصدر. حجي تفضل سقر عمر. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل.